التتويج. أتوقع ذلك نعم. هذا إذن زو كاي الصيني صاحب الميدالية الذهبية في الحركات الأرضية. زو كاي هو ثلاث مرات أو بطل أولمبي في ثلاثة أجهزة في بكين 2008. نعم هنا اللاعب أداء حركة صعبة طبعا متبوعة بحركة صعبة كذلك. نعم ترك ومسك ثم مسك الجهاز مرة أخرى أداء صعوبة مطلوبة للاعب يؤديها لازم. هنا تغيير لفة كاملة القبضة هنا دوران مرة أخرى محورية ترك ومسك الجهاز مرة أخرى بحركة مع لفة محورية. نعم حركة أخرى وترك ومسك الجهاز. اللاعب يبدأ في أداء الحركات خروج موفق أداء نظيف خالي من الأخطاء الكبيرة. تعتقد أنه قريب من الميدالية الذهبية الثانية؟ جدا نعم جدا نعم. إذن العقلة هو الجهاز الأخير في هذه الأمسية واليوم الثالث من منافسات كأس التحدي للجمباز الفني رجال وسيدات التي انطلقت منذ يومين ونحن في اليوم الثالث اليوم النهائي لهذه الكأس وهي المحطة الثانية من ست محطات تمر بها هذه البطولة. بدأت في كوتبوس في ألمانيا ثم وصلت إلى الدوحة وتواصل مسيرتها بعد ذلك وهي البطولة الكبرى التي تسبق الألعاب الأولمبية لندن 2012. هذا زو كاي وإعادات لمحاولته على جهاز العقلة. أداء متمكن أستاذ محمد. اللاعب يعني يظهر أداء جدا مثالي متمكن من أداء الحركات. في انتظار درجة طبعا. هذا إذن زو كاي بطل عالمي إذن 16.075 تفوق على نفسه. نعم